كيما شفتوا اليوم عندنا دي نوفوتي كان انفينيتي سيري وعندنا نيو سيري دونك فيها كيما لا نيو عندنا اكسكليفيتي في لا تكنولوجي تكنولوجي دي انفنتور اللي طري طري اللي تري تري ايفيكاس خير من لي زوتر خير من لي خير من لي تكنولوجي اللي كانوا من قبل كما كنا العام اللي فات طرحنا تكنولوجيا كانوا عندنا عدة تكنولوجيات من بينهم لا دي دي من بينهم لي زوبسيوناليتي اللي كانوا كاينين تانيك في اليونيفرسال. حبيت نقول انا حاجه الانفنتور عنده عده فوائد وعنده عده ديزافونتاج عنده ديزافونتاج اذا كومباريناها مع اليونيفرسال consommation d'énergie, consommation de l'eau, consommation de bruit, mais ultra ultra économique, ultra silencieux, durabilité du moteur est facile à maintenance. La production, quand elle est à l'aise sur le marché, à l'aise de demande, t'as les marchés intérieurs ou extérieurs. Comme on l'a dit avant, le produit va être l'export ou va être local, inshallah. كما قلت لكم من قبل عندنا لا تكنولوجي انفنتور اللي ما توفرش عليها لي زوتر كونكيرون ما عندهمش هذه لا تكنولوجي ولا عندهم اون تكنولوجي ما نقولكش سيميلار مي عندهم دي زوتر تكنولوجي مي كوندور اللي عندها هذه لا تكنولوجي اللي كما قلت لك عندها ثلاث فوائد لي تروا زاكس اللي هما الترا ايكونوميك الترا سيلونسيو اي الترا بيرفورمانس ان شاء الله راح تكون متواجده في شهر جوان ان شاء الله اكسيسيبل الاسعار راح تكون اكسيسيبل كما قلت لك للطبقه المتوسطه متوسطه وحسنه الدخل كما قلت اول دفعه راح تكون ان شاء الله واحد 2000